شيخ صالح، لاحظوا هذا الاسم عبد الصافق، هل من تعليق؟ جزاكم الله خيرا. هذا اسم الله يجوز وليس من اسماء الله صافق، ولكن ثبت ان الله جل وعلا يسخط على اعدائه الكفار ويغضب عليهم، فهذه صفات افعال وهي في غايه العدل والحكمه. واما ان اشتق له اسم من هذه الافعال فيقال الصافق والغاضب فهذا لا يجوز. لا. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. اذا تنصحونه بتغيير الاسم شيخ صالح؟ نعم، يجب عليه ان يغير الاسم، ان يقول مثلا عبد الجليل او عبد الكريم او عبد الله، لان جاء في الحديث ان احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، فيغير اسمه الى الاسم الطيب. جزاكم الله خيرا.